محاضرتنا لهذا اليوم هي الجيرز أو الدروس. الجيرز آر مشين إليمنت هي عبارة عن عناصر ميكانيكية التي تستخدم فور باور ترانسميشن لغرض نقل القدرة بتوين شافتس ما بين المحاور. ما بين المحاور هذه الجيرز تو جيرز عادة ما تكون على شكل أزواج. التو جيرز عادة ما تكون بينها مسافات صغيرة تفصل بينها مسافات صغيرة. طيب أهم الأجزاء اللي تتكون من عندها، أهم الأجزاء المكونة إلها هي الأسنان والإنترميديت ديبريشنز والتي تسمى بالتوث سبيس سبيسز، معناته الفراغات الموجودة ما بين الأسنان. عندما يحدث تعشيق ما بين هذه الأسنان ما بين الجير مع جير آخر مع ترس آخر راح يصير عندها شنو؟ تعشيق ما بين الأسنان، فيحدث تداخل ما بين السن من الجير الأول مع الفراغ مع التوث سبيس من الجير الثاني فتحدث عملية نقل القدرة. أهم أنواع التروس المستخدمة أو types of gears، أهم أنواعها هو السبور جير، هو الأسطوانية تسمى به الأسطوانية أو العادلة. هذا النوع تستخدم عادة لغرض نقل القدرة أو الحركة بين عمودين متوازيين، معناته أنه لاحظ أنه هذا الشفت هنا راح يكون مكان الشفت الأول وهنا مكان الشفت الثاني، فإذا تلاحظ أنه المستويين أو المحاور للأعمدة راح تكون متوازية. زين، هاي بالنسبة إلى الأسطوانية العادلة. النوع الثاني هو الهيليكال أو الحلزونية، وعادة الأسنان مالتها تكون مائلة بزاوية حتى أثناء المساقط يرمزون عادة للأسنان مالتها. البوفل معناتها المخروطية، التروس المخروطية. في هذا النوع من التروس العمودان يقعان في مستوي واحد إلا أن محاورهم شو تكون إذا مدينا المحور على استقامته راح يتقاطعون في نقطة ما، وعادة ما يكون التقاطع في نقطة بزاوية قائمة. هذه بالنسبة إلى البيفل. worm and gear worm تسمى بالدودة والدولاب الدودي، هذا النوع. الراك اند بينيون، البينيون عادة يرمز إلى الترس الصغير، فهنا هذا الترس يكون صغير مقارنة بمن؟ مقارنة بالترس الثاني اللي عادة تكون دائرة الخطوة إلى كبيرة، فيسمونه بالجريدة الراك. الصورة أدناها أيضا هي رسم توضيحي. إذا نلاحظ بالنسبة إلى البوفل، نلاحظ بالنسبة إلى البوفل أنه مستوى الأعمدة الشافتس عادة أنه هي يقعان في مستوى واحد، لكن لو أخذنا امتداد إلى هذه راح تكون متقاطعة. هذه ممكن تلاحظها تكون مفيدة في الرسم الجانبي أنه راح نتخيلها أثناء عملية التخيل أو الرسم العفو. غير نيوموكليتشر، بعض التعاريف اللي راح ناخذها تكون مهمه في هذه نتعرف على الاسنان او الاجزاء المكونه لها. اهم خطوه او اهم ما موجود المفروض نتعرف عليه هو دائره الخطوه. دائره الخطوه هي دائره افتراضيه، هي دائره افتراضيه تمثلان